الله. الحمد لله الغفار، أحمده سبحانه على فضله المدرار، وأشكره جل في علاه على نعمه الغزار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة التوحيد والإقرار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار، صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحابته الأخيار ومن سار في طريقهم إلى دار القرار. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة الثمار اليانعة للأعمال الصالحة. ولازال حديثنا موصولا حول الأعمال القلبية، وفي هذه الليلة سوف نعيش مع عبادة قلبية عظيمة قال عنها بعض الصالحين: إن الحياة الطيبة إنما هي في القناعة والرضا. الرضا من العبادات القلبية العظيمة التي ينبغي أن يقف عليها الإنسان المؤمن، ومعنى هذه العبادة هي سكينة القلب وطمأنينة القلب وسرور القلب بقضاء الله عز وجل وبأحكام الله عز وجل. الرضا بأقدار الله عز وجل، والرضا بأحكام الله عز وجل، والرضا بالله سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام. هذه العبادة المباركة كم لها من ثمرات فضيلة في حياة الإنسان. أولى هذه الثمرات أيها الأحبة أن الإنسان بتحقيق الرضا يتذوق حلاوة الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. أي يذوق طعم الإيمان من يرضى بالله عز وجل، ومن يرضى بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يرضى بدين الإسلام. ما معنى الرضا هنا؟ الرضا هنا خطب جلل أيها الأحبة، كما يقول ابن القيم رحمه الله: إن الدعوة سهلة باللسان لكنها صعبة عند الامتحان. أن ترضى بالله عز وجل تفرد الله عز وجل بالمحبة فلا تحب سواه، وتفرد الله عز وجل بالخوف فلا تخاف مما سوى الله عز وجل، وتنيب إلى الله عز وجل، وتخضع لله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة في حياتك، تكون لله سبحانه وتعالى، وتقدم أمر الله عز وجل على ما سواه، لا سيما عند غلبات الهوى. أحيانا في حياتك تتعارض أمور تريدها نفسك، حظوظ النفس يتعارض مع ما يحبه الله عز وجل، ماذا تقدم؟ هذا كما يقول ابن القيم ابتلاء واختبار من الله عز وجل. قد يعرض إليك أمور تحبها من بهج الدنيا، من زخارف الدنيا وما يهواه النفس، فإن النفس تحب كثير من أمور الدنيا، إذا تعارضت مع محاب الله عز وجل ماذا تقدم؟ وكذلك الرضا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة التامة والانقياد له ومحبته وتقديمه حتى على النفس. تحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك ومن أهلك ومن ولدك ومن سائر الناس. والرضا بهذا الدين أن تستسلم لدين الله عز وجل، ما تعترض على أحكام الله عز وجل، ما تعترض على العبادات، على المعاملات التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليك. هذا أعلى درجات الرضا، أن يرضى الإنسان بالله عز وجل، وأن يرضى الإنسان بدينه، وأن يرضى بنبيه. ثم أيضا من الثمرات أيها الأحبة، من ثمرات الرضا المغفرة. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا سمع المؤذن فقال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، غفرت ذنوبه. بماذا جاءت هذه المغفرة؟ بتحقق الرضا.
تحقق هذه العبادة. ثم أيضا من أجل الثمرات التي جعلت في الرضا أنك تفوز برضا الله سبحانه وتعالى. تأمل في الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. من رضي رضي الله تعالى عنه. ماذا تريد أكثر من هذا الأمر؟ الإنسان في هذه الدنيا يسعى ويتعب ويجتهد في العبادة حتى يفوز بمرضات الله سبحانه وتعالى. إن وجد الرضا في حياتك فإن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك. هذه الغاية متى تتحقق؟ في الدنيا ما يعرف الإنسان هل رضي الله تعالى عنه أو لا، كما جاء عن بعض الصالحين: إن الإنسان ليضحك بملء فيه ولا يدري هل الله عز وجل راض عنه أو ساخط عليه. ولكن هذه الأمنية وهي رضا الله عز وجل تتحقق لما يدخلون الجنة، كما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، يقول الله عز وجل لهم لأهل الجنة: أحل عليكم رضواني فلا أغضب أبدا، أحل عليكم رضواني فلا أغضب أبدا. فالإنسان في هذه الدنيا إذا أراد أن يفوز برضا الله سبحانه وتعالى فليسلك هذا الباب. الرضا أيها الأحبة من ثمراته أنه اقتداء بطريقة الأنبياء: ألم يكن من دعاء زكريا واجعله ربي رضيا. دعا الله سبحانه وتعالى إذا رزقه الله سبحانه وتعالى الذرية أن تكون ذرية رضية مستسلمة لأوامر الله سبحانه وتعالى، يستسلم لله سبحانه وتعالى. ثم أيها الأحبة الرضا من ثمراته أن فيه سداً لمداخل الشيطان على الإنسان، لأن أهل العلم يقولون إن الشيطان إنما يدخل على الإنسان في وقت الشهوات وفي وقت السخط، يعني في وقت الغضب يستطيع الشيطان أن يتمكن من الإنسان ويجعله يقول ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد الرضا في حياة الإنسان سد الإنسان هذا الباب الخطير من أبواب الشيطان. أيضا من ثمرات الرضا أيها الأحبة أن الرضا يوصلك إلى عبادة أخرى وهي عبادة الشكر. الرضا منزلة دون الصبر، بين الصبر وبين الشكر. فإذا استمر الإنسان في رضا الله سبحانه وتعالى يصل إلى منزلة الشكر. والله سبحانه وتعالى كم رفع الشاكرين، بل جعلهم ندرة وقليل من عبادي الشكور، وذكر الله سبحانه وتعالى فضلهم ومكانتهم. الإنسان إن استمر وصل إلى هذه الدرجة. أيضا من ثمرات الرضا أنه يجعل الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر. من أجل ثمرات الرضا أن الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر، فلا يطعن ولا يشكك في أقضية الله سبحانه وتعالى. لا يدخل عليه الشيطان من هذا الباب، لأن الإنسان قد يبتلى في هذه الدنيا بالمصائب بالابتلاءات التي ترد عليه وترد على كل إنسان، لأن الإنسان خلق في كبد في هذه الدنيا في مشقة وفي عناء، والشيطان قد يدخل عليه في باب القضاء والقدر. فإذا تحصن الإنسان بهذه العبادة وهي عبادة الرضا بلغ تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر. أيضا من الثمرات العظيمة التي ينالها الإنسان بالرضا طمأنينة القلب وحفظ القلب من الوساوس. يحفظ الإنسان قلبه من الوساوس التي ربما تداخل الإنسان، خلاص تطمئن أن هذه أقدار الله سبحانه وتعالى، لا يكون في نفسك وساوس ولا هموم ولا غموم
كحال كثير من الناس. لماذا تأخرت الوظيفة؟ لماذا تأخرت الترقية؟ لماذا فلان حصل بيت ما حصلت؟ لماذا لماذا؟ أن تعلم أن هذه كلها أقدار من الله عز وجل، ترضى خلاص تطمئن، يعينك حتى على الخشوع، حتى الراحة النفسية في حياتك، حتى في منامك، في كل شيء، حينما تعلم أن هذا كله من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يأتي لك إلا بخير. تيقن أن ما يأتي من الله عز وجل فهو خير لك في حياتك. ثم أيضا من الثمرات أيها الأحبة غنى النفس، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. ما هو هذا الغنى أيها الأحبة؟ هذا الغنى هو غنى القلوب، ليس غنى العرض، ليس العقارات، ليس الأموال. الغنى الحقيقي هو الغنى الذي يكون في قلب الإنسان. يمكن الإنسان في الدنيا عنده مليارات لكنه فقير، لماذا؟ لأن قلبه مشتت، قلبه مشتت، لا يجد لا الراحة ولا السعادة ولا الطمأنينة، فقد هذا الغنى الحقيقي، وهو الغنى بالله سبحانه وتعالى، الغنى بالله عز وجل. الغنى ليست قضية مظهرية أيها الأحبة، ليست مظاهر رفاهية تكون عند الإنسان، وإنما صلة هذا القلب بالله سبحانه وتعالى. قد يكون الإنسان بسبب الأموال عابد لها، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، فيكون الإنسان من أغنى الناس إذا رضي بالله سبحانه وتعالى، إذا رضي بما قسم الله عز وجل، إذا رضي بأقدار الله سبحانه وتعالى. فالرضا أيها الأحبة موطن جليل في حياة الإنسان، موطن جليل. لماذا؟ لأنه حفظ لعقيدة الإنسان، حفظ لعقيدة الإنسان، وسد لأبواب الشيطان في أبواب الأرزاق، في أبواب البنين، في كل الأبواب في حياتك. لما تحقق الرضا بالله سبحانه وتعالى فإنك تستسلم لله عز وجل تمام الاستسلام، ولا تعترض ولا تستنكر على ما قدره الله سبحانه وتعالى لك في حياتك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الراضين الشاكرين الصابرين، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.